الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقش المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب، واللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، ولا ينسى يفعل التنبيهات حتى يوصله مقاطعنا اليومية في وقتها، وأيضا يا ليت تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها موجودة دائما في خانة الوصف. فإحنا ندخل نتشعب في العديد من المواضيع ونجيب أخبارها ونتكلم عن المعلومات اللي تخصها، وفي هالمقطع بنناقش ما تكلم فيه عمر جبران الغامدي صاحب قناة عمر يشرح، اللي تكلم في الآونة الأخيرة عن أحد سلسلة المقاطع التحفيزية واللي تعتبر أحد محتويات عمر جبران الغامدي المميزة. فقناة عمر يشرح اللي قدم فيها عمر جبران الغامدي العديد من المقاطع التحفيزية واللي فعلا نحتاجها في ذا الوقت، خصوصا إذا تتعلق بجانب الإنتاج وتحفيز المجتمع على العمل والمساهمة في إضافة قيمة في الاقتصاد. وخصوصا هالمواضيع نحتاج العديد من القنوات انهم يركزون عليها، وبالذات اللي تحفز المجهود الفردي او الشخصي انه يساهم في رفع الاداء والمستوى حتى يحقق الغايات والاهداف المستقبلية. وتكلم في مقطعه الاخير عن الوظيفة، وهو تكملة لاحد مقاطعه واللي كان فيه عمر جبران الغامدي يشرح فيها الفلوس، واللي كان يوضح للمتلقي بعدم الاتكالية على الاهل. وفي مقطع الوظيفة الجديد قام يوضح حاجة الناس للوظيفة في هالحياة، وتكلم بعدها عمر عن الحاجة وبكون الحاجة هي المحفز للعيش في هذه الحياة. وبعدها دخل عمر الغامدي بدور الوالدين في بناء الأبناء أو حتى هدمهم، وكان يقول لابد أن تكون علاقة الوالدين مع الأبناء بنفس المرتبة، وأن لا تكون العلاقة عبودية ورد الاحترام. ولا شك أن كلامه صحيح أيضا، وخصوصا أنه زايد مع العديد من الآباء، وقد يكون بسبب الفجوة العمرية بينهم وبين أبنائهم، وهذا هو اللي يخليهم ما ينصفون أحيانا في المعاملة، وكما وصفها عمر بالعلاقة العبودية. وبعدها وضح عمر أن لازم يكتشف الشخص أن الوالدين ليسوا أعلم منك في التصرف في هذه الحياة، وخصوصا في توجهاتك الشخصية بعد سن البلوغ. وكان يقول عمر أن الموضوع هذا يستاهل فيديو الحالة، وإحنا صراحة نتمنى أن عمر يركز على هذا الموضوع ويشرحه، وخصوصا أنه فعلا يبي يلامس العديد من أفراد المجتمع. وبعدها سأل عمر جبران الغامدي ليه الناس يعتمدون على الأهل طول عمرهم، وكان جواب عمر أنهم يعتمدون على أهاليهم لأنها تعطيهم الراحة في الاعتماد لحل المشاكل بكونهم السلطة العليا. وقد ما يكون هذا هو السبب الرئيسي، بل العديد من الناس يظن أن اعتماده على الأهل له جانب من جوانب البر، وبنفس الوقت يظن البعض أن الأهل بما أنهم متقدمين في العمر فهم عندهم خبرة أكبر. لكن بعدها وضح عمر جبران الغامدي ضرورة نمو الأبناء في اعتنائهم بالوالدين، بدلا أن يكون الوالدين مستمرين بالعناية بأبنائهم. والحقيقة في الموضوع أن هذا اللي كان عليه البشر سابقا، لكن مع الأسف الشديد توقف بعد ما زادت وانتشرت الوظائف في العالم، وخصوصا زاد الناس الاتكالية على المؤسسات والشركات. وصرد عمر جبران الغامدي بعدها أن عناية الأسرة الزايدة بالأبناء تبي تضر بالمدى البعيد، وأهمية الحاجة عند الشخص تكون على مستوى الحرص عنده. والصراحة أن المشكلة ما هي فقط في العناية، بل المشكلة في تبادل الخبرات عند الآباء مع الأبناء، وهو غالبا اللي يحط من الهمة عند الأبناء وما يخلي عندهم الشغف العالي أو ما سماه عمر الغامدي بالحاجة حتى أنهم يحددون مسارهم الأفضل. لكن سرد بعدها عمر الغامدي وقال حتى إذا نجحت بنسبة عالية بدعم الوالدين فالناس تنظر لك أنك ورثتها بدون تعب. والحقيقة في الموضوع أن الأبناء خلف فهم تكملة نجاح الوالدين أو حتى فشلهم. وخلونا واقعيين، إحنا ما علينا من كلام الناس، بالذات إذا كانوا الآباء حريصين لنقل خبراتهم حتى يكون إدارة النجاح اللي تم وراثته من الآباء بشكل أفضل وأكبر. لكن كمل بعدها عمر جبران الغامدي وقام يلوم الوالد بسبب أخطاء في حساباته حينما أصر على تحديد مسار تعليم لغرض الوظيفة، وكان قراره مضر حسب ما وضحه عمر جبران الغامدي. والحقيقة أيضا لا شك أن الغالبية الساحقة أيضا تضرروا بسبب قرارات الأسرة الغير سليمة والغير صائبة. لكن أعطانا عمر جبران الغامدي نصايح إذا أخذناها بجدية فهي بتحقق مبالغ مالية هائلة وستحد من الفقر. ووضح بعدها عمر جبران الغامدي أن التحفيز على العمل يكون عادة بالمال، وسبب تفاوت الرواتب هو القيمة السوقية. ووضح عمر بعدها القيمة السوقية اللي ترتفع بالندرة والمهارة، وأعطى قاعدة بسيطة أن أي عمل فيه قل تدريب ففي الغالب
الغالب الراتب يكون قليل. ووضح أيضا عمر الغامدي أن الوظيفة المنافسة تكون على حسب قوامة الشخصية ومستوى المعرفة عند الموظف وأيضا جديته بالعمل. وتكلم بعدها عمر جبران الغامدي عن أسباب عدم التوظيف واللي كان يوضح فيها أسباب زيادة البطالة واللي حرصنا على أننا نقارنها مع حالات البعض. فكان يتكلم عن أشخاص يعرفهم دكاترة ومهندسين تمكنوا بالحصول على مرتبات عالية وحتى علاوات في وظائفهم. والصراحة لا بد أن نفرق بين الحالات الفردية لأنها ما تبنى على الغالبية العظمى، وخصوصا إذا جلسنا ننظر للإحصائيات فهي ما تعتمد على حالات الأفراد بل تعتمد على الجماعات والغالبية الساحقة. لا شك أنهم ما راح يوصلون لما وصله الأفراد اللي تكلم عنهم عمر جبران الغامدي من الدكاترة أو المهندسين. لكن وضح بعدها عمر جبران الغامدي أن يجب على الموظف أن يكون جاد بتحمل المسؤولية ويعرف كيف يطور نفسه. ووضح بعدها قانون 20-80 اللي يوضح فيه أن 50% من الإنتاج يساوي قيمة عدد الموظفين. والصراحة الخوف من المستقبل القريب اللي تبي تتلاشى العديد من فرص العمل والوظائف بسبب دخول الآلات أو الروبوتس اللي قامت الآن تأخذ الوظائف وتؤدي أقوى وأفضل أداء من الإنسان، وفوق هذا كله ما تحتاج راتب شهري. لكن تكلم عمر جبران الغامدي عن الراتب العالي وأن سببه يدل على نفع الموظف اللي يستلم هالراتب العالي للمؤسسة اللي يشتغل فيها. وحرص عمر الغامدي أن كل موظف يجب عليه أن يقدم أفضل أداء للشركة ولو أن هالشي يصعب على الأغلبية أنهم يطبقونه، إلا إذا كان الموضوع بالأعمال الحرة أو التجارة، لأن الشخص نفسه هو المدير وهو اللي يحدد الأداء الأقصى عنده حتى ينجح مشروعه. وبعدها قام يكمل عمر جبران الغامدي أن زيادة الراتب تكون بالمبادرة مع توفير المهارة والتحمل والخبرة وحتى المسؤولية لتكون ترقية بطلب من الإدارة بالمقايضة أو ما سماه عمر الغامدي بالشحاذة، فحينها بتكون فعالية تنفيذ طلب له أثر أكبر. والحقيقة في الموضوع أن لو رجعنا القانون 20-80 فبننصدم أن العديد من الناس مو بمحصلين وظائف بعدها، فاللي بيروح بيتقايض مع الإدارة وبيقول لهم والله أنا حصلت شركات أخرى تدفع لي راتب أكثر وأنا أستحق علاوة. فالعديد من الشركات وخصوصا في وطننا مكتفية من التوظيف ونفصلتك بتلقى غيرك عشرات الموظفين إذا ما قلنا المئات. وبعدها حرص عمر جبران الغامدي أن هالشي ما يكون ولا يمكن أنه يطبق إلا حينما أن يكون الموظف عنده الحرص والحاجة حتى يتوفر السبب اللي يقدر ينتصر فيها الموظف على المصاعب في وظيفته. وقام يتكلم عمر الغامدي عن المشاكل الحقيقية اللي عاناها مع شركات كبرى والحمد لله تعداها ووصل أهدافه. ولا شك أن تحقيق الأهداف من خلال الوظيفة نفسها يبي يزيد الصعوبة عند الشخص وخصوصا مع تغير الاقتصاد كل فترة. وزين أن عمر جبران الغامدي ما كان هدفه أنه يبقى في هالشركات الكبرى بل أنه استقال منها وتوجه لطرائق أخرى لكسب الرزق بشكل مستقل أكثر. وبعدها قام عمر جبران الغامدي بعرض فيديو قديم وهو كان يشتغل في أحد الشركات الكبرى واللي كان راتبه في ذاك الوقت قليل، وقال فيها أنه بياخذ عهد مع نفسه أنه يحقق أهدافه بقدر المستطاع. وفعلا تمكن بأنه يتسلق السلم الوظيفي من موظف بسيط إلى مساعد إلى أخصائي تسويق براتب عالي، وحتى استقال من الشركة الكبرى واستقل عمر جبران الغامدي بالأعمال الحرة. ولا شك أن التطبيق عادة إذا نبي نشوف المجتمع فالواقع يبي يكون نسبة وتناسب، فالغالبية الساحقة من الناس قد يصعب عليهم أنهم ينافسون في السلم الوظيفي، لكن راح تكون سهلة إذا كان التطبيق بالاستقلالية وخصوصا بالأعمال الحرة والتجارة. وحرص بعدها عمر جبران الغامدي أن تحسين الأوضاع لابد أنها تكون بمستوى كامل يبذل فيه الشخص قوته ورغبته حتى يصل للقمة بالجوانب الشخصية أو حتى الاجتماعية. وأسعدنا عمر الغامدي بالمواضيع القادمة اللي يبي يتكلم عنها مثل العقار والأعمال الحرة، لأن هالمواضيع الرائعة لعلها تساهم في زيادة الانتاج وتحفيز الناس للدخول في تجارة والمنافسة الحقيقية والحرة. لكن إذا رجعنا لشرح عمر الغامدي للوظيفة فهو نقدر نقول قريب من فلسفة
فلسفة الجرئية. والفلسفة الجرئية أو ما تعرف بالإنجليزي الجرزم، فهي تعود للروائي هوريشيو ألجر، فهو كان يألف قصص للأطفال في أواخر القرن التاسع عشر، واللي كانت تدور القصص عن خروج الأطفال من الفقر إلى الثراء. ففي ذاك الوقت طبعا كان الأطفال يشتغلون، ولا شك إن دور كبير اللي ساهم في تقدم الصناعة والاكتشاف، وخصوصا في فترة الثورة الصناعية، فالأطفال كانوا أكثر من يساهم في العمل، وبالذات في الوظائف اللي ما يقدرون عليها الكبار، مثل اللي تخص استخراج الفحم أو حتى المعادن أو صيانة بعض الآلات، لكون الأطفال حجمهم أصغر وطاقتهم أكبر. طبعا كيف كانت القصة تدور؟ أنهم هالأطفال يخرجون من الفقر إلى الثراء من خلال تحقيق أحلامهم بالكفاح والنضال الوظيفي. والحقيقة في الموضوع أن الواقع لم يكن صحيحا على الأطلاق حتى في وقت هوريشيو ألجر، فكان توجهه واضح أنه يبي يحفز العامل على أنه يبحث على من يستعبده للعمل، بدلا من أن تكون العجلة العكس. فإحنا في الماضي نعلم أن الشركات هي اللي تبحث عن الكفاءات، لكن الآن تغير الوضع وأصبح العامل هو اللي يبحث عن من يوظفه ويكافئه بالراتب. ولا شك أن هدف الوظيفة أنها تزيد الاتكالية عند الفرد، وخصوصا اعتماده على الشركة من خلال تلقي مصادر الرزق. لكن إذا رجعنا للحاجة اللي تكلم عنها عمر جبران الغامدي، فالأزمة قد تكون بسبب قلة الهمة، واللي تبدأ مع التأثير الاجتماعي المعياري أو ما نسميه وقد تكلمنا عنه في القناة، وهو الخضوع الاجتماعي، واللي يعكس رغبة الشخص بالقبول بين الآخرين، وهي أحد الأسباب اللي قللت الهمة عند الناس وزادت العلائقية عندهم، أنهم يعني يشترون الأمور أو يسوون بعض الأمور حتى أنهم يلقون علاقة من وراها، بدلا من الوصول للنخبوية من خلال الشغف وحب المنافسة في أي مجال من المجالات. وأيضا لا ننسى أن أحد أسباب قلة الهمة هي توقف توارث المعرفة والخبرات اللي عادة تكون عند الآباء والأجيال السابقة. ولا شك مع قل الخبرات بتزيد معها القرارات الفاشلة وبيزيد اليأس عند الناس. أيضا لا ننسى أحد أهم الأسباب اللي قلل الهمة عند الآخرين، وهو التعليم النظامي اللي يعتبر هادم لطموح والأحلام عند الأفراد. ولا شك أن السبب يعود لطول المسيرة المليئة بالخسائر، واللي يكاد يوجد فيها أي جانب إيجابي. فأسألوا أنفسكم بالله، بتقعد تدرس من أولى ابتدائي إلى ثالث ثانوي 12 سنة رايح راد للمدرسة، وفي النهاية نسبة العلوم اللي أنت أطبقها في حياتك واللي درستها في تعليم النظامي سواء كان بالمدرسة أو الجامعة أو الكلية، فهو قد ما يشكل ولا 5 إذا قلنا 10% بالكثير، فما تسوى ذا السنين اللي ضاعت في التعليم النظامي. طبعا السبب يعود، لو نبي نرجع بكم بالوقت، وهو هدف المؤسسات الكبرى وتأثيرها على المنافسة خلال فترة الثورة الصناعية وحتى يومنا هذا. ففي الثورة الصناعية كان الأطفال والآباء يعملون في المصانع وساهمت بسرعة المنافسة، فسرعة المنافسة زادت الإنتاج وزادت الاختراعات والاكتشافات. ولا شك إن هذا جاء بعده أن جودة الحياة بدأت تتحسن بسبب تحسن الاقتصاد والجوانب الاجتماعية، ولا ننسى أيضا الجوانب العلمية. ولا شك إن العامل الرئيسي اللي ساهم في الحد من المنافسة وهو التأثير السياسي اللي كان يأثر بالعلاقات الدبلوماسية، وأيضا كان بداية خروج الأحزاب السياسية في ذاك الوقت. واللي جت بعدها فلسفة البقاء للأقوى أو ما تعرف بالداروينية الاجتماعية، واللي تم فيها السيطرة على الساحات كافة بالمال، وتم شراء الجامعات وحتى العلماء وأيضا المقرات والعديد من المنظمات. وليت بعضكم أيضا يرجع ويشوف كيف بدأ التعليم النظامي بالمدارس والجامعات، فهي من منظمة اليونسكو اللي تأثرت بالفكر الشيوعي، وكان هدفها بفرض التعليم النظامي على الدول بأنها تبعد الأطفال من المنافسة. ولا ننسى الجانب الأهم وهو تصفية النسل البشري والتركيز على التهجين ومنع التكاثر. فتلاحظون أن لا يزال حتى يومنا هذا الشركات وخصوصا الإعلامية والرياضية تسوي عملية تهجين اللي سوونها مع الحيوانات وحتى مع النباتات، لكن صاروا يسمونها الآن بتحسين النسل، حتى أنهم يضمنون أن اللاعبين والمغنيين وحتى غيرهم من المعتمدين على المؤسسات الكبرى أنهم ينجبون لهم أطفال بنفس الكفاءة أو أعلى. ولا ننسى أن المؤسسات الكبرى استغلت الداروينية الاجتماعية أو فلسفة البقاء للأقوى بأنهم يقضون على التقاليد، وأن يتم إدارة الثقافات في المجتمع وحتى التحكم بالمصادر. وتمت بعدها مؤامرة التعليم النظامي اللي كانت أهدافها مطبقة على كافة دول العالم بهدم الطبقات الاجتماعية من خلال خلط الطلاب والطالبات في مؤسسة واحدة، وبعد
بعدها يجي تنقية الطلاب وطالبات بعد ما يتخرجون أو يختارون منهم اللي يبون يوظفونهم ومنهم اللي بيصيرون عالة على المجتمع. كما أن لا ننسى أن هدف التعليم النظامي بالمدارس والجامعات وحتى الكليات أنه يأجل عجلة الإنتاج عند الأطفال وحتى الناشئين، وهذا اللي بيتسبب بعده زيادة الاتكالية عندهم، وأيضا لا ننسى زيادة الاستهلاك زي ما نشوفها حتى يومنا هذا. ولا شك أن هالمؤامرة اللي قامت بها الأمم المتحدة بالتعاون مع المؤسسات الكبرى مثل عائلة الروكفلر اللي مسكت العديد من الجامعات، أنهم يبون يحدون من الاستقلالية حتى أنهم يطبقون أهداف تقليل النسل وسهولة السيطرة على الشعوب والمجتمعات وحتى الدول. وهذا اللي جالسين نشوفه الآن هو نتائج عبودية المؤسسات في العالم، اللي أصبحت المنافسة صعبة على الفرد وحتى المجتمع بسبب الكثرة اللي يتوجهون بشكل موحد. وأيضا صارت عند الشركات والمؤسسات صعوبة في تقييم الكفاءات لكثرة توجه الناس للوظائف، بدلا من أنهم يستقلون بإنتاجهم سواء بالأعمال الحرة أو حتى بالتجارة. فالاتكالية على المؤسسات قللت من الإنتاج وأيضا أضعفت الهمة عند الأفراد، وهذا اللي تسبب بعده بالمصيبة اللي جالسين نواجهها في العالم بين الآباء والأبناء بسبب التمييز العمري، وهو الفجوة العمرية بين الأجيال عند الآباء والأبناء. فلا شك لو بعضكم يسأل أجداده إذا هم عايشين فبيلاحظ أن ما فيه فارق عمر كبير بينهم وبين آبائهم، لكن لو قارنا آبائنا وفرق العمر اللي بيننا وبينهم فبنلقاه شاسع مقارنة بالأجيال اللي سبقونا. فالفجوة عند الأجيال أيضا زادت الاضطرابات في المجتمعات، وإحنا الآن جالسين نشوفها غير البطالة نلاحظ أزمة سكن، وحتى يكاد يوجد دولة من الدول إلا وتعاني من العنوسة وحتى صعوبة تحمل مسؤولية الزواج. ولا شك أن الاضطرابات هذه صعبت الحلال وسهلت الحرام، والحل في نظرنا أنه يجب أن يكون بالاستقلالية وليس بالاتكالية والاعتمادية على المؤسسات. ولا شك أن بداية الاستقلالية يكون بالإخلاص في العمل وأنصاف الذات من خلال الركن الأول في الإسلام وهو التوحيد اللي بيقضي على الرياء. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاقترنت العبادة والعمل بالإخلاص. ولا ننسى حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، واللي ذكر فيه الحديث أن أحدهم رجل كثير المال فيؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد، فيرد ويقول بلى يا ربي، فيقول الله سبحانه وتعالى ماذا عملت فيما أوتيت، فيقول كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ولا شك احنا منا بننتظر نظرة الناس لنا، بل يجب أننا نحرص على تحديد الأهداف اللي بتفيدنا وبتفيد المجتمع. ولا شك أن السبب الآخر في بناء الاستقلالية بالدخول في القطاع الأولي بدلا من القطاع الخدمي اللي يعتبر القطاع الثالث. فالمبادرة بالإنتاج ضرورة وأقلها بالعمل الحر. ولا شك أن مواجهة تقديم الخدمات لها عقبات وصعوبات أكثر من التاجر اللي نادر ما يواجه العقبات والصعوبات مقارنة بالموظف. وأيضا لا ننسى الأمر الثالث اللي بيساهم في الاستقلالية وهو التكاتف والتعاون التجاري في المجتمع. فالوظيفة لا يمكن أن تساهم بالنمو مثل التجارة أو الأعمال الحرة. وأيضا نذكركم أن الوظيفة لا يمكن ورثها عبر الأجيال مقارنة بالتجارة اللي يقدر الواحد يورثها من الوالد أو من الجد أو حتى تستمر زي هالأمبراطوريات اللي ماسكها المؤسسات الكبرى مثل عائلة الروثشيلد. لا وتدرون عاد بس وش الانتكاسة أن أصبحنا في ذا الوقت نلاحظ أن فيه ناس يقومون يبرزون وظائفهم لكن تجاراتهم يتسترون عنها، وصارت المشكلة هذه ثقافة دارجة عند أفراد المجتمع أن لا حد يدري أننا نستثمر وعندنا فلوس علشان ما حد يحسدنا ولا يطمع بالرزق اللي عندنا، ولا حتى أقلها بالمشاكل اللي تصير بسبب الشراكات مع الأقارب أو حتى الزملاء. فصار الناس يتستران على التجارة لكن يقومون يعلنون وظائفهم أنهم والله حاصلين على مناصب عليا، وكأنهم تأثيرهم الإيجابي بالوظيفة أحسن من عملهم بالأعمال الحرة والتجارة. لذلك احنا نشوف أن الوظيفة يصعب الشخص أنه يستمر فيها، وخصوصا مع نمو البطالة المتزايد على كافة الدول. والمشكلة حتى الدول المتقدمة اقتصاديا لا تزال تعاني من زيادة البطالة. لا وعد ما جتكم إلى الحين الآلات والمكاين اللي صدق تبي تاخذ وظائف الناس كلها. فالحين نشوف البنوك والشركات وحتى أسواق الموارد الغذائية قامت تجيب آلات بدال
البشر أو الموظفين. فهالآلة ذي ما أدفع لها راتب، وفوق هذا كله أضمن أنها بتنتج لي أكثر مما ينتج الموظف. لكن نتمنى أن عمر جبران الغامدي يستمر في عرض هالمواضيع الشيقة، ولا شك أننا مطلعين لمواضيعها القادمة، وخصوصا اللي تتعلق بالعقار وحتى الأعمال الحرة. ونسأل الله لنا وله وللجميع التوفيق، ويا ليت تشاركوني أراكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب مع دعم القناة بواسطة الاشتراك فيها، وأيضا لا تنسون تتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها في خانة الوصف، حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.